والدي تلاويه أكيد الحبيبة بالعراق، وأنا الشايب يمر بفترة صعبة، شاهد المزيد من التفاصيل. بداية مع والد السلاوي الذي نشر مؤخرا ستوري أثار ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، حيث علق على ذلك الستوري بالحبيبة بالعراق، وهذا ما جعل العديد يتوقع أن والد السلاوي يلمح عن قمر الطائي ليقوم بعدها بحذف ذلك الستوري، وأكد أنه لم يكن يقصد قمر. من جهة أخرى، اختفى أنس الشايب بالأمس عن السوشيال ميديا، مما جعل العديد يتوقع أن أنس الشايب يمر بفترة صعبة بعد انفصاله عن حبيبته بسان إسماعيل. توقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ دامرك شيرين؟ ها؟ شيرين عم تغني كمان. هاي جايز، كيفكم؟ سو مثل ما شايفين هلا ما عم بعمل شيء، قصدي يعني رح تشوفوا بالمستقبل اشياء كثير حلوه جايز. في فيديو يوتيوب قريبا يمكن ينزل بعد بكره، انه يا اربعاء يا خميس، وعم نسوي شيء كثير حلو بمناسبه شيء جاي، فانه كونوا جاهزين. طلعت لي حبه هون، فانه كونوا جاهزين جايز. انتوا بتعرفوا نحضر اشياء هيك يعني غريبه ومحمسه جدا، فانه كونوا جاهزين.